الان نعطيكم بالجمله ومن بعد كان بيدخل لكم بالمفصل كل واحد الملف تاعو. اللي راني نقول لكم باللي فلان نقول له وجد روحه، معناتها وجد روحك للايام القادمه، وجد روحك للحمام السخون، حمام عبد الرؤوف السخون اللي راح تعمم تتكيس تكياسه مليح. واش معناتها كي نهضر عليك اليوم معناتها خلاص اليوم نسيتك؟ لا، اليوم راني قلت لك وجد روحك، انتظر المفاجات المدويه في قادم الايام. الشيء المهم اللي لازم يفهمه الشعب الجزائري هو انه مثلا جيش النيجر عندهم عدد افراد الجيش قليل جدا، اللي هو كان 35,000 جندي وضابط. جيش النيجر اللي هو على حدودنا، اللي عندهم الارهاب، الفقر، التهريب، كل انواع التهريب، تهريب الاسلحه، تهريب البشر، تهريب الذهب، تهريب المخدرات، كل شيء. هذا جيش النيجر اللي هي دوله كبيره، قاره يعني مساحه كبيره وفيها خيرات، فيها اليورانيوم، فيها الذهب، فيها الحديد، فيها الفوسفات، فيها كل شيء انواع الذهب. عندهم 35 عنصر في الجيش بكريه سابقا، نتيجه الازمه الاقتصاديه اللي عايشينها، ودائما ياخذوا قروض من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودول وكذا. صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه فرضوا عليهم، قال لهم انتم عندكم مشاكل وعندكم يعني فقر وعندكم ازمه وزايدين مخدمين الجيش، وعلاش راكم مخدمين؟ نقصوا، ما ديروناش الجيش بزاف لانه مصاريف الجيش فيهم فيهم يعني اكل وشرب ولبسه ورواتب وكذا. قال لهم نقصوا. وشحال نقصوا؟ قال نقصوا نص. كيف ما نقدروش؟ قال نقصوا على الاقل 15,000. اصبح عناصر الجيش في النيجر 20,000 عنصر. 20,000 عنصر، وش معناتها؟ 15,000 خرجوهم للشارع. 15,000، ماشي 15 عسكري، 15,000 ما بين ضابط، ضابط صف وجندي. 15,000 طردوهم للشارع. لا تأمين، لا تقاعد، لا امتيازات، لا حتى شيء. برا، اخرج. 15,000. هذو 15,000 هذو اللي تم طردهم من وزارة الدفاع في النيجر، وتم تسريحهم بدون أي تعويض، بدون أي ضمان، بدون أي راتب، بدون أي شيء. هذا وش تنتظر منهم؟ تنتظر منهم أنهم يصبحوا عناصر في شبكات ومجموعات مرتزقة، لأنهم مدربين على السلاح، يعرفوا ضروب الصحراء والتل والجبال وكذا في الجيش يعني في النيجر، ويعرفوا بعض المعلومات على منظومة الحكم في النيجر، لأنهم كاين فيهم ضباط، كاين اللي كان عميد، كاين اللي كان عقيد، كاين اللي كان مقدم رائد، يعني كاين اللي كان جندي، كاين كل هذو. 15,000 اللي تم طردهم من جيش النيجر يصبحون، وش معناتها؟ يصبحون قنبلة موقوتة ضد الدولة النيجر وضد دول الجوار. هذو بسهولة يتم يعني استعمالهم واستخدامهم من قبل المرتزقة، يا إما يولوا عناصر في جماعة فاغنر يستعملوهم ولو في الصفوف الأولى كدروع، يقدروا يكونوا في الدعم السريع يريكيبيروهم يخدموا معاهم، يقدروا يكونوا في مع الإرهابيين ولو إرهابيين، يقدروا يكونوا كلش. يعني الآن عندنا 15,000 عنصر من جيش النيجر، يعني الآن جاهزين لي تولي أي مهمة قذرة تضر بمصلحة النيجر كدولة وتضر بمصلحة دول الجوار على رأسها طبعا مالي والجزائر. هذا العنصر هذايا مهم وخطير، كان المفروض يعني ناقشوه وناقشوا الحل تاعو وناقشوا أمور ومشاكله من قبل وفي صمت وفي سرية، لكن للأسف الشديد الصراعات اللي عندنا احنا من 2019 الان، تحطيم المخابرات، تحطيم السكورات، تعيين واحد خائن عميل على راس الامن اللي حاول يزرع الفتنه ويحاول يدير مشاكل في البلاد، هذه كلها تعتبر معوقات وعراقيل تؤخر اهتمامنا بما يضمن الامن القومي للبلاد. يتذكروا قبل اشهر حوالي نظن شهر جويليا ولا ظهر جوا، والله نبهت لكم واحد النقطة مهمة
وهي انه بيان مدير العام للامن الوطني وش يقول الخبيث الخائن، يكتب مقر القيادة العليا للامن الوطني، وهذا المصطلح غير موجود في الامن الوطني، جامي يصرف الامن الوطني وين مقر القيادة العليا. وانا كنت نبهتها قلت لكم السيد هذا راه يقصد في حاجة خبيثة. فريد بن الشيخ اللي كتب كلمة مقر القيادة العليا للشرطة للأمن الوطني، هذا مصطلح خطير. هذا المصطلح وش علاقته؟ علاقته بما كان يخطط له الخائن العميل فريد بن الشيخ من تولي منصب القيادة العليا للأمن، لأنه قلت لكم هو المخطط تاعو أنه يؤسس مؤسسة جديدة يسموها القيادة العليا للأمن، أو وزارة الأمن القومي، أو مستشار الأمن القومي هو يكون على رأس هذه القيادة العليا، والمديرية الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، أمن الجيش، الشرطة، الدرك يولوا تحت مسؤولية. يعني هو هذا الخائن العميل فريد بن الشيخ كان يحوس يكون هو الشيف تاع جبار وأول حاج ومجدوب وناصر وسموا هذا يا بدوي وفلان، واللي هو المعلم تاعه. ها ربي جابها له في مؤخرة زكي محمد وراح إلى مزبلة التاريخ وإلى سجن البليدة بإذن الله في قادم الأسابيع والأشهر بإذن الله. إذن النية الخبيثة تاع هذا الخائن شوفوا وصلته. الأمر هذا يقودني للعودة إلى التاريخ. أنا البارح تكلمت لكم وقلت لكم نرجع لكم النقطة هذه وما رجعتش ليها. صرت لنا هذه القصة مرتين أو أكثر من مرة، صرت لنا طبعا في 65، صرت لنا في 65 التصحيح الثوري أو ما يسميه البعض انقلاب أبيض على الرئيس أحمد بن بلة، وهذاك فرضته ظروف معينة، وفرضته ظروف معينة فيما بعد اكتشفنا أنها بالفعل لمصلحة الوطن بصراحة، لأنه بومدي الله يرحمه مات ولم يخلف أي فساد، ما عنده أولاد اصلا، ما عندوش اولاد الله يرحمه، ما عنده اولاد فاسدين، ما عنده عائلته بخروبه لا في قال ولا في غيرها اللي قال مليارديرات فاسدين ابدا، خاوته مجاهدين مساكن فقراء لحد الان، ولا خاوته فقراء وعائله فقيره لم تستفيد من شيء. اذا مع مرور الايام والسنوات والعقود نكتشف ان ما قام به المرحوم هواري بومدين كان من اجل المصلحه العليا للوطن، على هذا الاساس اللي ربي بارك له في الانقلاب، بارك له في التصحيح الثوري، واستقر الوضع في الجزائر إلى غاية وفاته. قبل وفاة المرحوم هواري بومدين، الحاكم الفعلي في الجزائر اللي كان متحكم في زمام الأمور هو مدير أمن الأمن العسكري اللي هو الأس أم سيكوريتي ميليتير، اللي هو المرحوم قاسم رباح. قاسم رباح كان هو الحاكم الفعلي، متحكم في زمام الأمور ومسيطر على كل شيء، برغم من أنه كان فيه مكتب سياسي وفيه طبعا الحزب اللي هو اللي كان الحزب الواحد يحكم لفلان ومكتب سياسي. لكن بومدي الله يرحمه لما مات لم يترك وصية ولم يترك خليفة، ما قالش بلي عينوا فلان ولا ديروا فلان، ولم يقترح أي اسم. لما كان مريض قال مدبر راسه، وكان التنافس على كرسي الرئاسة ما بين أربع أسماء، كانوا أربعة اللي مقترحين لتولي منصب رئيس الجمهورية طبعا بالانتخابات، انتخابات داخل حزب الأفلان أو داخل المكتب السياسي لحزب الأفلان. الأربعة هذو شكون؟ كان أحمد طالب الإبراهيمي، كان بلعيد عبد السلام، كان عبد العزيز بوتفليقة، وكان محمد صالح الحيوي. هذو أربعة اللي كانوا أقرب إلى تولي منصب رئيس الجمهورية بناء على انتخابات داخل الحزب، لأن الحزب حزب الأفلان كان عنده المكتب السياسي، القادة الكبار في المكتب السياسي هم هذو أربعة، بالإضافة إلى أخرين معهم كاين آخرين، لكن هذو أربعة هم اللي كانوا مرشحين لخلافة بومدين، وكانوا تنافس أكثر كبير 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 ما بين زوج عبد العزيز بوتفليقة ويحيوي، كانوا هذو زوج اللي تنافس كبير بيناتهم. هما كانوا ربعة اللي ممكن يكونوا مقترحين
لكن اثنين هذو اللي كانوا اكثر وكان عندهم طموح اكثر، كانوا هما حابين يكونوا بوتفليقه الله يرحمه ويحيى ولا المرحوم قاسم رباح، لانه يعرف شخصيه ويعرف امكانيات ويعرف قدره هؤلاء الاعضاء السياسيين اللي هما السياسيين المحنكين، على باله لو كان يجوا هذو رايحين ينحلوا البوفوار ورايحين يسيطروا على اجهزه الدوله ويصبح يعني تاثيره ضعيف. اذا المرحوم قصدي مرباح للاسف الشديد اقولها للتاريخ فكر في نفسه اكثر من اللي فكر في الدوله، اكثر من اللي فكر في الدوله. راح اقترح وحده انه لازم يكون منسق عام للجيش اللي هو ما عدناش من قبل، اللي هو المرحوم شادي بن جديد. جابوا منسق عام كورديناتور تاع الجيش، لانه يعرف باللي الرجل القوي في الجيش هو اللي يقدر يكون قوي في الحزب وهو اللي يقدر يكون مرشح للرئاسه. وبومدين كان في روسيا مريض، قاده الجيش سمعوا باللي الشادلي راهو هو المنسق العام الكورديناتور تاع الجيش، لكن ما على بالهمش منين جات هذا الاقتراح البروبوزيشن هذه، منين؟ هل بومدين هو اللي دارها ام الجيش اجتمع ودارها ام مخابرات وحدها دارتها؟ وكان فيه شويه يعني بلبله وكذا وكذا، لكن اخبار مرض الرئيس بومدين سيطرت، ثم كانوا جاتهم عيب باش يقولوا واش راه صاير. كانوا لاتين بومدين كان على فراش الموت، كان يعني راح يموت، يقول لك خلينا نتلهاو بومدين وبعد كنشوفوا. لكن تعيين الشادلي بن جديد كمنسق منسق للجيش واحد ما على باله شكون اللي حطه. فيما بعد عرفوا انه اللي حطه منسق هو قاسم رباح. لماذا؟ لانه الشادلي بن جديد من اقدم الضباط، بالرغم من انه لم يكن هو اقدمهم ولم يكن هو اكبرهم سنا، لانه اللي كان اقدم منه اكبر منه سنا هو بلوشات الله يرحمه عبد الله بلوشات، لكن الشادلي كان يعني اقل مرونه يمكن في نظر قاسم رباح نقدر نعجنوا نقدر نستعملوا اكثر من بلوشات. بلوشات راسو خشين وكذا كذا قاعد يدور عليا، اذا لازم نجيب واحد اللي نقدر نقدر هذا هو التفكير تاع قاسم رباح الله يرحمه. وحط الشادلي، ثم فرض الشادلي كمرشح للافلام، وقاسم رباح الله يرحمه استعمل بعض المجاهدين اللي هم اسماء ثقيله واسماء عندها وزن في المؤسسه العسكريه، استعملهم لنشر اشاعه انه الشادلي راه مقترح من بومدين وهو اللي لازم يكون بعد بومدين وكذا وكذا وكذا، بالرغم من انه بومدين لم يزكي اي احد. وبالفعل قاسم رباح استطاع ان يزرع فكره انه الشادلي هو الاقدر لتولي المنصب من خلال بعض الاسماء، من بينهم الاسماء هذو عباس غزيل